انه للاسف الشديد ضيفي يستخدم هذه اللغه، فانا باسف لك يا استاذ وائل. لو سمحت يا استاذ، لو سمحت هناك اداب للحوار، اللغه التي تتناسب مع هذه اللغه. انت خايف تقول لي معلوماتك الشخصيه ليها قص امك؟ ممكن انيكك مثلا. انا عمر جلال هريد يا بيه من البداري يا اخي، عن قص ام البداري كلها مش عين عيان البداري. تتخول يلا، ما انا عاوز اعملك بني ادم. انت مصمم تبقى حيوان وكلب؟ انت مين يلا؟ قول لي انت مين؟ اسمع يالا، انا مش عارف انت مين. انت لو قلت لي مين انا هعرفك مين ابوك ومين امك ومين انت من فين. اسمع يا ابن الكلب، لا 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 لو سمحت يا بيه قول لي. اسمع يا ابن الكلب يا عور، اعتذر عن اللغه السوقيه لضيفي واطلع فاصل. لا لا لا، ضم البطن اللي جابتك يا ابو نظره. هو انا عيل مالوش يا مانيا البدائل يعلم على عمر.